شكل برشلونة ما أعتقد بين الأغلبية برشلونة شوية نزل من غير ميسي ما أعتقد بينهم راح بين برشلونة واليوفنتوس الكثير من كانت الكلمة في تلك الأمسية والنادي وقبل أن أقول الكامب نو يوفي يتقدم بست حالات فوز خمس حالات فوز كرق تصحو وتنام وتسعى بطولة أو مسابقة أو مباراة رحل الكبير جدا أتحدث عن اللاعب وليس كومان طبعا الذي يحضر في مباراة اليوم هذه مباراة ولعله من القلائل مع جوفاني ترافاتوري ومع للسيدة العجوز انطلاقة المباراة اليوفنتوس في بداية أحداث المباراة العرضية من كوادرادو ولذلك كانت ولا زالت لنادي اليوفنتوس عن طريق المستقبل هذه الكرة في بداية أحداث المباراة وسط هدف أول الكرة جميلة ملعوبة بصورة جميلة أعتقد أن هي مندي هنا هدفا في مرمى اليوفنتوس في أول وصول في الدقيقة الثالثة من بداية أحداث السيد كومان وبالتالي نعم يونايتد ولكنه تألق مع ليون الفرنسي وكان مطي في ملعب الأسطورة وأمام الفريق الإيطالي الكبير لكن فرحة هولندية إلى وضع وتذكرون أول فوز بدوري الأبطال كان هو لكن المباراة الآن والانطلاق أعتقد فيها أول في المباراة والمحاولة مستمرة وفيها محاولة ولدينا محاولة قائمة عن طريق لاعب قادم من الدوري الهولندي الرسم مخيب للأمال بالنسبة للفريقين التعادلات منها التعادل اللي جمع أمام تلك المباراة وسجل الهولندي ومعان الهولندي طبعا كومان فقط يا بلاش لموهوب كرة للأمام إسبانيا في كاتالونيا وطب أن يبدأ المباراة ولن يجد اليوفنتوس في بداية أحداث هذه المباراة كرة تلعب للأمام خلاص صفحة وطويت صفحة وتخليدا لذكرى هذا الرجل الكبير عيد الكرة الخلف الآن وعن طريق دون الدون في هذا الله هذا الدون هذا الدون هذا الدون كريستيانو رونالدو الذي سدد بقوة لكن من موراتا لكريستيانو رونالدو الكرة الماضية تلعب للأمام وتكون عند ست حالات فوز نفس عدد حالات فوز اليوفنتوس وفي بقية المسابقات المختلفة هذه انطلاقة عن طريق لوتو جراودو الحكم أن المحاولة قائمة النمساوي الآن في إخوان جامبر كانت أمام اليوفي 2000 البولندي والفرنسي الفرنسي بالمناسبة يتحدثون عن 120 لاعب الذي كلف أكثر من 100 خطيرة لا زال أخطر 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 فرصة الماضي لكن اخطر فريق برشلونة بالمناسبة تسلل هل كان متسلل السيد رونالد كومان المدرب وانطلاقه في المكان السليم هذه الفرق الان اصبحت براند اصبحت انفيس ديباي محاولة المرور العرضية الخطيرة اللي هو دي طبعا جوردي ألبا للتدريب اليومي لكن كرة تلعب عالية وخطيرة ما في ردة فعل حتى الان تذكر من جانب اليوفنتوس ربما هدف وصل الى رقمه وبالتالي هي مساله وقت ليس الا بعد ذلك اليوفي بالترجيح باربعه اهداف هو هذا الرجل طبعا ماكسي مع ليون اعاد اكتشاف نفسه هذه كره تلعب عاليه ولكن كره تبعد خطير خطير النمساوي خطير الله فيها مرور من دينير اللي سدد اتحدث عن لاعب اخر من النمسي يرتدي شعار برشلونه لدينا مطرقل ويصنع هذه كره من ضربه حره مباشره تلعب عاليه بالراس تبعد كريستيانو رونالدو امكانيه التسديد من ديتشينيو بطله اوروبا ايطاليا عندما سنوات طويله في نادي ميلان وبعد ذلك طبعا جاء لليوفي هو الكساندرو الموجود الان في الجهه اليسرى يرتكب 60 مليون باوند لكن انيلي كان طبعا تنقل الامام ديباي دائما ما يصنع الخطوره لكن تذكر الرسام وهذه كره جميله الله الله لكن بعد ذلك برايت وايت برايت وايت شوف الكره برناردسكي برناردسكي مرور في برناردسكي من امام ايضا الارجواي كره تعود اليوفنتوس في المحاولات الماضيه ولا زالت خطيره التسديده واو بحسب مبارياته اهل الوديه يعني لعب اكل الامام موراتا موراتا حالة تسلل حالة رفض عرض جلت فيه الكثير من الاعاجيب الكرويه طبعا باي
ديباي ديباي خذوها الله دقائق من شوط المباراة الأول سين رونالدو بالمناسبة شوف ثانية الأندية لصالح ميسي 20 هدف ولصالح يخطو برشلونة هذه الخطوة على ملعب يوهان كرويف كرة يتقدم الآن ويستمر بالفعل وكرة جميلة في الكرة الماضية لكن التصدي ممتاز بالسلاح الفتاك الآن وهذه كرة جميلة وهذا قد يقرب المسافات قد يقرب المسافات لكن حارس مرمى متألق وحاضر لكن ضربة حرة مباشرة أنا قلت أنه ربما إطلاقا بغياب الكبير تير أشتيغن في شاهد كليني وجورجو كليني إن شارك في الشوط الثانيين الذي شارك في مباراتي إخوان جامبر 2005 قائم المحاولة والتسديدة اصطدت شاهد كليني وجورجو كليني إن شارك في الشوط الثانيين الذي شارك في مباراتي إخوان جامبر 2005 قائم المحاولة والتسديدة اصطدت فعت مثلا في عثمان ديمبلي 150 مليون وبالتالي نعم كان حدث إيطاليا بكل معنى الكلمة بعض الشيء والآن إلى أكيزا يسدد له في الشوط الثاني تاتي عن طريق هذا اللاعب هذه ضربة ركنية الآن للأمام عالية اليوفي الكرة قائمة بالتالي وبالفعل أكيزا غير لاعب نادي جنوى طبعا والكرة من ضربة ركنية خطير مراته طبعا مع في الكرة الماضية شاهدنا أيضا بلغريني متألق مع منتخب إيطاليا ديست لجريزمان مرة أخرى نقل الكرة هدف ألغي لبرشلونة أمام وهذا هو ديمير أحد أفضل مكاسيك عندك اثنين أمريكان عندك ظهير أيسر ظهير وفيدال هذه كرة خطيرة هذا اللي وهذا لابورتا طبعا لابورتا من الأسئلة كرة من بربرك خطيرة إلى الشباك وكانت بالتالي قصة جاء من الخلف بلا رقابة ضرب الكرة بالرأس أضربت في المباراة الآن أعتقد أنه كارلو بنسول ترك مكانه في المباراة الآن ونعم عن طريق طبعا برايت وايت الدنماركي المباراة الثانية بعد 16 سنة بالتمام والكمال يترك أرضية الملعب أومتيتي أيضا الفرنسي بيليغريني عالية وللأمام حضور من مباراة النهائية ويقول ميسي أنه يريد أن يصل إلى دانيلو كرة جميل بظروف المباراة كرة تلعب عالية أليخاندرو ماركيز بينما انطلاقة كرة تلعب الآن غير متقاربة إطلاقا ما في انسجام يوفي أكثر على المرمى كرة جميلة ملعوبة في الكرة الماضية بالمناسبة هذه مؤلمة جدا نعم اصطدت في وجهه بونوتشي هو المصاب هذه الكرة وميسي هذا شتيغن طبعا حارس كثير في ذاكرة هذا الفريق الأسطوري هذه الكرة تلعب للأمام عند بوين ريكي بوين عملية الإحلال لاطمئنان كرة جميلة للأمام هذه البطولة السنوية هذه المباراة السنوية هذه انطلاقة عن طريق هذا اللاعب بالدي من أقول الرقم طبعا والفانيلا معلقة هنا في ملعب يوهان كرويف وربما فتح